ما رأيكم ماذا يوجد؟ لندع كريس تبدأ. أوكي. حسنا، لقد أقنعتوني. مطعم مألوف جدا. أنا فقط لا أستطيع أن أتذكر ما هو. أعتقد أنني أشم رائحة جوز الهند والحليب. نعم، هذا لذيذ. الآن جيس. كمان. أنا حسنا. أشعر بالقشعريرة من الحماس. هناك تشويق، إنه لذيذ. وحمض قليلا. أعتقد أنني تعرفت على طعم الأناناس مع الليمون. نعم. أي يا له من عصير حامض. وجهك مضحك. والآن حان دوري بالفعل. تمنوا لي الحظ. هذا ممتع. عصير حلو جدا، لكنني لا أستطيع معرفة نوع هذه الفاكهة. أوه، انتظروا، لقد حذرت. إنه طعم البطيخ. نايس. انتظروا، أريد أن أكمل المشروب حتى النهاية. أنت أولا. لا أنت. لقد قلنا بنفس الوقت، إذا جيس أولا. هذا سهل، سوف أتذوق. آه يا إلهي، طعمه لذيذ جدا مثل الآيس كريم. ربما فانيلا أو شوكولاتة. بالتأكيد شوكولاتة. نعم، أنا أتذوق الحليب. وهناك رغوة حلوة. أم أن هذه مارشميلو؟ أنا محظوظة لأن هذا لذيذ جدا. أعتقد إنه مشروب الكاكاو. إذن أنا التالية. يامي. يا إلهي، ما هذا؟ لا أعرف حتى إذا كان الطعم جيد أو لا. إنه غير عادي وحلو قليلا، لكنني لست متأكدة أنه حلوى. ليس لدي أي فكرة عما هو، لكنه جيد، أعجبني. إذن أنا التالية. أريد أن أجرب في أقرب وقت ممكن. أوه يا إلهي، ما هذا؟ الطعم مقرف للغاية. إنه مثل مشروب غازي، ولكنه مالح جدا. من الصعب جدا أن يشرب. يا ماما، هل يمكنني بسقه؟ ولا سوف أتقيا. خذي بسرعة. شكرا لك، كان فظيعا. لنرى من سيبدأ أولا. إنها أنا. ماذا لدينا هنا؟ واو، هذا مذهل. أنا أعرف بالضبط ما هو، لأنه مشروبي المفضل. كوكتيل الفاكهة، عصير الموز والفراولة والكيوي. وأشعر بالبطيخ والتوت أيضا. هذا لذيذ جدا. أنا مستعدة لشربه إلى الأبد يا فتيات. طعم مشهي للغاية. يوم يوم. أنا التالي، أليس كذلك؟ بالحكم على قوام المشروب، لدي عصير أيضا. أي أي أي، ليس هذا. الطعم حار جدا، تماما مثل الفلفل الحار، أو ما هو أسوأ من ذلك بكثير. لا، أخذت رشفة واحدة وفمي كله يحترق بالفعل. لا أستطيع التنفس. ساعدوني. مسكينة كريس، أنت المتبقية.
أوه، لا أشعر برغبة بتجربة هذا المشروب. هذا مخيف. طعمه مثل الملح. هذا غريب جداً وليس لذيذ على الإطلاق. ليس مشهي إطلاقاً. لا، لن أشرب بعد الآن. لا أحب هذا التحدي إطلاقاً. انتظري، هل يمكنني أن أبدأ أولاً؟ أشعر أنني محظوظة هذه المرة. أوه، شعوري لم يخذلني. الطعم حلو. يا فتيات، هناك كوكتيل حليب لذيذ مع شوكولاتة أيضاً. هذا مذهل. يامي. أنا سعيدة. هاي، في الواقع دوري. حسناً، هيا. حسناً، أتذوق. أريد أن أكون محظوظة أيضاً. لا، لست محظوظة على الإطلاق. هذا المشروب غريب جداً ومقرف. لقد فهمت. هناك بروكولي وأنا أكره البروكولي. أيوه، مقزز. ربما لن أنهي هذا المشروب يا فتيات. حسناً، من التالي؟ أنا التالية، لنرى ماذا لدي. بما أن مشروباتكم غير لذيذة، بالتأكيد مشروبي لذيذ وشهي. أوه لا، يبدو أنني تسرعت. يا إلهي، لم أتذوق شيئاً أسوأ في حياتي. يا للقرف، طعمه مثل الأسماك المقززة. سوف أتقيأ الآن. ما هذا؟ يا لها من رائحة. أنا آسفة. دعوني أبدأ أولاً. لا، كنت أنت أولاً. يا فتيات، سأبدأ أولاً أنا. أوهو، طعم هذا المشروب يذكرني بالكاكاو. ولكن كان لدينا مشروب الكاكاو بالفعل. إذن لابد أنه الشوكولاتة الساخنة. نعم، هذا بالتأكيد شوكولاتة ساخنة. مذهل. نيام نيام نيام. أريد شرب كأس إضافي. الآن دوري. سأتذوق بسرعة. انتظروا، هذا طعم غريب. لا أفهم ما هو. النكهة ليست جيدة جداً وكأنه شاي أسود. لم يعجبني. حسناً، إذن الآن أنا متأكدة أنني محظوظة. أوه، يا إلهي، كيف ذلك؟ هذا مقزز. لماذا؟ يبدو أنها فاصوليا مع طماطم. يا للقرف، أسوأ مزيج للمشروبات. ربما شخص ما يحبه ولكن ليس أنا. إني؟ حسناً حسناً، أنا جاهزة. أوه، كم هذا رائع. كوكتيل حلو ومألوف جداً. أنا لا أعرف حتى ماذا هناك، لكنني تعرفت على طعم النوتيلا. وفي نفس الوقت هناك طعم السكيتلز. مزيج الطعم الحلو والحامض مدهش. لم أجرب شيئاً كهذا من قبل. هذا الرائع خلاب. الآن دوري. أتذوق. هل هذه مياه عادية أم ماذا؟ غريب للغاية. نعم، مياه عادية. لكن لماذا لساني أزرق اللون هكذا؟ هذا مضحك. انظروا. جميل. هيا كريس. حسناً. يا إلهي،
من الواضح أنني لست محظوظة هذه الجولة. هذه مياه مالحة جدا وسيئة الطعم، طعمها مثل المخللات. لا، لا يمكن شربه. لا تسألوني حتى أنا أرفض. مشروبي حلو. أي. لنحدد بالقرعة من سيبدأ. كريس فازت، هيا ابدأي. لنرى ماذا لدي يا فتيات. أوي أوي أوي، أنا أعرف ما هذا، وبالتأكيد أنا السعيدة. إنه عصير برتقال طازج. أوه نعم، سوف أشربه بكل سرور. كم أنا محظوظة. الآن أنا، أليس كذلك؟ حسناً، شكراً لكم. سأتذوق. أي، ما هذا؟ هل هذا حساء؟ بطريقة ما طعمه سيء للغاية. أشعر بالتواب فقط. لم يعجبني أبداً. حسناً، أنا التالية. أوه، لدي مشروب طعمه غريب جداً، لم أجرب مثله من قبل. على الرغم يبدو مألوفاً جداً أيضاً، وكأنه مشروب غازي من نوع ما، لكني لا أعرف بماذا هو ممزوج. مستحيل، الطعم يشبه الشيبس. مشروب غازي بنكهة الشيبس؟ هذا ممتع. أريد المزيد. كمان. وأنا، لا أنا انتهيت.